يقول: إذا استغاث أحدهم أمامي بغير الله هل يكون مشركا وأعامله معاملة المشركين، أم أعتذر له بكون هذه الألفاظ قد علقت بألسنة العوام؟ لا، هذا كلام باطل، وهذه وساوس. اترك التأويل هذا والتماس العذر لهم، لكن أنكر عليهم وبين لهم وادعهم إلى الله لعلهم يتوبون. وأما عذرهم أو التلطف معهم وهم على هالحالة فلا يجوز هذا. نعم، هذا غش لهم هم، أنك تتركهم على ما هم عليه. نعم.